أباك تعطيني قصة أول سيارة اشتريتها بفلوسك. ما شريتك سنة 2015 أول سيارة. قبل كان أبوي شاري لي فورد 99 أخذه من عمي طبعاً. أبوك شاري لك فورد تأخذ من عمك؟ أخذه من عمي شاري. إيه. فا يعني. السيارة هذه كيف جبت فلوسها 2015؟ 2015 أخذت تقسيط لأني كنت في أحد الشركات وكنت أخذ مكافأة الجامعة وأمشي وضعي كذا كذا. هو يوم ركبت التقسيط كذا كأنك راكب. كأني ما قصر أسر. تخيل ملبس المرات. تخيل كل يوم قاول المحندي يجي يغسلها عند الباب. والله العظيم تخيل أخذت 3 شهور ما ركب في أحد. كنت مسوي فنان أيام هذوبني مملك. إيه. كنت معلق اسم الحرمة على المنبر كذا. ولا حد قلت اسم حرمتي لا تقربوا. حركة. اسمه ظل اشغل خلف هدان يا جميل القام يا طول حال طاوي والله انت وفي على تبدت عليله. طيب اول حادث سويته قبل الزواج ب5 ايام بالاكسنت هذه. ومين غلطان؟ انا كنت اثث للبيت جاني واحد من ورا وصدمني راعي جيمس 99 عاد الله على قلبك اللي فيها انوار من فوق. الله اي والله. طيب أنا كنت مسرع مخط سريع وجاني من ورا وقلب صدمني وقلبت صدمت الصباط ونقزت على السيد الثاني وطلعت في الناحية الثانية. تصدق في كل الأحداث هذه حافظ كل شيء. يوم نزلت الغبار والعجة والرباق طالع أسألك بالله صدق وشال خشمي من هنا. السيارة تالف اللي يشوف السيارة أصلاً يقول ما يعيش اللي جوا بس الحمد لله الله يحيى العظام. هي قد دعستني جالس على الطبيعة بدون سيارة بشرك. مين كان غلطان انت ولا هو؟ لا هو بس راح معك شفته والله يسام صدمني ومشي أكمل على وجه. وش تقول رسالة للي يسوي حادث ويكون غلطان ويشرد؟ هذا غلط لأنك تشيل الكرواح ناس ويا ويلك من الله ويا سواد ليلك. وقف يا أخي غلط وقف. قل أنا غلط يعني أنا أنت ممكن ضحيت لك بنفس تسببت في تلف شيء. وقف يا أخي لو ما تحملت في الدنيا تراها بتجيك يوم القيامة. تجيك حتى تجيك في عيالك تجيك. عجل الله الظلم. يمكن واحد يقول الله يسامح هذا ظلم. الله يعجله لك في الدنيا. يا ويلك لا غلطت على حد وقف. طب بسألك يا مخلد انت اللي جرى عجم سمحت في نفس الوقت لما ربي فتح عليك. اخذت شهر ادعي له قائم جالس. اسالك بالله والله ما صلي الليل غير ادعي. أيوه. لان خسرت بغيت انا افقد حياتي بس الحمد لله تالي سامحت قلت يا ابن حلال هل انا برجعها الحين ما ادري برجع خليه يدلف.